احنا يعني الاستاذ شعبان محتار، الكتابه فيها حيره واضحه قوي، وانا بعتقد ان هو نقل لي الحيره دي. يعني هو زي ما يكون بين نارين لعشقه لطه حسين، وانا حضرت الدفاع واستبيت عن طه حسين، الا انه في المنطقه بتاعت مي كده كان واضح ان حتى المفردات اللي هو مستخدمها يعني فهو نقل لي الحيره دي. لكن احنا لغتنا العربيه نفسها ذكوريه يا جماعه، احنا عندنا مصيبه. يعني حتى لما يجوا يمدحوا شاعر بيقولوا عليه فحل، والشعراء بفحولتهم اصل فحله هتبقى صعبه قوي، بيرفضوا ان يبقى في شاعرها. هي مي مشكلتها بثقافتها الثانيه، طبعا مش عايزين نتكلم في قصيده النسر او كده، كانت بتمحو نحو انها تبقى شاعره. فطبعا شاعر زي عباس العقاد ما حدش يقدر يستحمل جلاميده اللي هو بيقولها، وطه حسين طبعا الناقد. يعني هم مش متخيلين ان كانت تبقى هي بتدخل في سكه جديده من دروب الشعر والنقد. وبعدين الزمن ده لو شفنا الصحافه وقتها، الاستاذ شعبان طبعا اقدر واحد ومحتفظ بالمجلدات، كانت ثقافه المساجلات، الناس دول كانوا بياخدوا فلوس من المساجلات اللي بتتكتب يوميا، وفي ضحايا راحوا في كده. في واحد اسمه عبد الرحمن شكري مثلا ما بتجيبش سيرته، يعني يعتبر ضحيه اثنين من اعز اصدقائه او كده. هي ثقافه المساجلات. ولذلك طه حسين انا اعتقد لو قرينا كويس اللي هو كتبه في الظروف ردا على مي او كده، هي دعابه بس ثقيله، واحد صعيدي بيهزر. يعني هي فعلا ممكن تقرا بالشكل ده. فهي المساله الثقافه من السربون ومتجوز فرنسا، معلش هو اصلا صادفها مرتين، مره قبل ما يسافر ومره بعد ما سافر. هو انا اعتقد ان كان جزء كبير قوي ذكوريه اللغه بتاعتنا، لغتنا البدويه دي، هي شكلها عامل كده ولا تقبل وجود شاعره. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عايزين ليه ننسى ان في تاريخنا والاستاذه سلوى قاعده اهي، كان عندنا هيباتيا كمان. يعني احنا واخدين على كده، احنا واخدين تقرب لنا لا تقرب لنا لو دورنا في الزور. فيعني عموما يعني انا بشكر الاستاذ شعبان ان هو يعني القى حجر في البركه الراكده دي، اللي هي ممكن تخلينا نعيد الكلام تاني عن التراث بتاعنا.